خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله. ومبطل هذا، هذا استحباب تحليل. وأمي تزوجت بغير أبي. إني عرفتك بس الصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى، أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات